الأعز الأحلى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ووهما، الباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، فبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محتدا ومنما، وأشدهم بهم رأفة ورحما، حاشاه ربه عيبا ووسما، وزكاه روحا وجسما، وآتاه حكمة وحكما، فآمن به وصدقه من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عنه من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. معاشر الصالحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي الحديث إشارة إلى أن صلاح حركات العبد وجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح قلبه، إن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله وخشية الوقوع فيما يكره صلحت حركات الجوارح كلها ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات، وإن كان القلب فاسدا فسدت حركات الجوارح كلها وطلب ما يحبه ولو كرهه الله سبحانه وتعالى. اعلموا عباد الله أن المعاصي كلها سبب للقلب، كلها سموم للقلب وأسباب لمرضه وهلاكه، وضرر المعصية على القلب كضرر السموم على الأبدان، فالمعاصي شؤم على أصحابها من الأفراد والأمم والشعوب في الدنيا والآخرة. فمن آثارها عباد الله أي الذنوب والمعاصي أنها تنسي أصحابها عظمة الخالق جل وعلا، فيجعلون الله أهون الناظرين إليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا، أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. عباد الله، إن الإيمان لا يظهر بصلاة ركعتين أو بصيام يوم أو يومين، ولكن إذا أردت أن تعرف مقدار الإيمان مقدار إيمانك فراقب نفسك في الخلوات عبد الله. ومن آثارها عباد الله الضيق والهم والحزن والقلق والاضطراب. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فالسعادة إنما هي في الإيمان بالله تعالى والاتباع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم أيها العبد مهما كانت عندك من متاع الدنيا من أموال وقصور وسيارات، ولكنك بعيد عن الرب جل وعلا، فإنك لن تشعر بلذتها ولا بالاستمتاع بها، وإن شعرت بها فإنما هي لذة مؤقتة سرعان ما تتبدد وتنتهي. ومن آثارها حرمان الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إِنَّ الْعَبْدَ يُحْرَمُ الرِّزْقَ بِذَنْبٍ يُصِيبُهُ حَتَّى وَإِنْ كَثُرَ الْمَالِ لَكِنَّهُ خَالٍ مِنَ الْبَرَكَةِ لَا بَرَكَةَ فِيهِ حَتَّى قَالَ أَحَدُ السَّلَفِ والله لو علمتم ما فاتكم من الرزق بسبب المعاصي لقتلتم أنفسكم حسرات وكان ابن عباس يقول إن للحسنة لبياضا في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق ثم انظر إلى الضد عبد الله وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق والعياذ بالله ومن آثار المعاصي والذنوب أيضا ذهاب الحياء فيصل العاصي والمذنب إلى درجة أنه لا يستحي من أحد لا يوقر صغيرا ولا كبيرا ولا يحترم شيخا ولا عالما ولا أما ولا أبا ولا يقبل نصيحة من أحد وتراه فظا غليظ القلب ولم لا وقد نزع الله منه أعظم شيء وهو الحياء الذي هو حياء للقلب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فيصبح لا يؤثر فيه قرآن ولا موعظة ولا حديث وحتى لا يتأثر باطلاع الناس على حاله والعياذ بالله ومن آثارها أيضا الوحشة بين العبد وبين ربه وبينه وبين الناس هذه الوحشة بينه وبين الله تعالى تجعله لا يتهم نفسه وتورث فيه البلادة واللامبالاة ثم تنتقل هذه الوحشة إلى الناس وبخاصة أهل الخير منهم فتجده ينفر من أي مجلس فيه جليس صالح أو شيخ أو عالم لأن المعصية ورثت فيه الكبر فيتجنب كل موقف فيه نصيحة أو موعظة كان الفضيل بن عياض يقول إني لأجد أثر المعصية في خلق دابتي وخادمي وأهلي ومن آثار الذنوب والمعاصي حرمان العلم الذي هو نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ هذا النور قال الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاص ومن آثارها تعسير الأمور فلا يتوجه العاصي لأمر إلا ويجده مغلقا أمامه ومن آثارها أنها تورث أصحابها الذل فبعدما كان مؤمنا موحدا مصليا يصبح فاسقا منافقا زانيا كذابا إلى غير ذلك عباد الله اعلموا أيها الإخوة الكرام أن هذا الجسد أمانة من الله أنعم به عليك فلا تحارب الله بنعمه فإن أردت أن تفوز بالسعادة والطمأنينة والراحة فهذه الآية جمعت لك خيري الدنيا والآخرة قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم